بسم الله الرحمن الرحيم. اللي احنا نحكي هسه والمحاضره الاولى عن التزان كيميائي او الكيميكال ايكوليبريم is the state change by reaction mixture when the rate of the forward and reverse reaction have become equal. For example, عندنا هذا الاكزامبل هنا H2 gas plus I2 gas هذا الفورورد ريأكشن طبعا equal to 2HI at gas state at 273 Kelvin. Reverse مالته والباكورد مالته reaction يو 2HI يعني إذا هذا الريأكشن الأول إذا رجع باكورد راح يصير 2HI gas H2 gas plus I2 gas at 273 as well. فالريزلتس مالتهم أو المحصلة مالتهم تكون H2 gas plus I2 gas equal to 2HI gas هما في حالة توازن. فنشوف مكتوب لي فوق السهم إن الفورورد and reverse يعني ما يسميه forward يعني الاتجاه الأمامي أو reverse أو backward reaction. The extent of the reversibility يعني الإمكانية إنه ممكن يرجع أو لا of the reaction depends on the nature of the reaction طبيعة التفاعل temperature pressure concentration of the substance يعني تراكيزهم. جميع التفاعلات العكسية تصل إلى حالة تزان كيميائي chemical equilibrium وهو على نوعين. كل تفاعل عكسي هو اسمه عكسي، لو ما هو متوازن ما يصير عكسي أصلا. كل ال reversible reaction هي تكون في حالة توازن. إذن هي على نوعين. أكو dynamic equilibrium فإحنا اتفقنا إنه كلها تكون في حالة توازن. أكو dynamic وأكو static. Dynamic equilibrium اللي هو التزان الديناميكي when both forward and reverse reaction are occurring at equal rate all the time. معناته اثنيناتهم التفاعل الباكورد والريفرس الفورورد والريفرس او الفورورد والباكورد reaction سرعة التفاعل مالتهم exactly the same. فلذلك يصير هذا النوع من التوازن اللي هو الدايناميك equilibrium. لأن سرعة اختفاء المواد المتفاعلة لتكوين النواتج مساوية للسرعة التي تحلل بها الناتج لتكوين المواد المتفاعلة، فلذلك هم يكونون dynamic equilibrium. فنوعية ثانية اللي هي static equilibrium هذا يكون باتجاه واحد. يحدث هذا النوع عندما يكون هناك توقف تام أي لا يوجد حركة، معناته هو يكون باتجاه واحد فقط، فلذلك هو يكون irreversible أو ليس عكسي. وطبعا ليس شرط أن تصل المتفاعلات تركيز المتفاعلات إلى الصفر حتى نقول التفاعل انتهى، مو شرط. فإذا النوعيتين من التفاعل عندنا الريفرسبل والريفرسبل رياكشن. بالنسبة للديناميك إيكوليبريم إذا هسه احنا نترك الستاتيك ايكوليبريم، احنا هسه الكورس مالتنا تقريبا راح يكون على الديناميك ايكوليبريم او التوازن الحركي. الديناميك ايكوليبريم هو يا اما يكون يعني ان جنرال يا اما فيزيكال او كيميكال. الفيزيكال if there is a change in the physical state يعني تغير بالحالة الفيزيائية. الكيميكال ايكوليبريم if it involves change in the chemical species يعني التغييرات بالحالة الكيميائية أو شيء، يا أما يكون هو يصير على ثلاث نوعيات مقسم إلى ثلاث نوعيات، يا أما homogeneous chemical equilibrium ويحدث في الأنظمة المتكونة من طور واحد for example يا أما gas solid أو liquid، أو يكون heterogeneous chemical equilibrium ويحدث في الأنظمة المتكونة من أكثر من طور يعني gas liquid or solid and gas. أو النوعية الثالثة إنه يكون pseudo chemical equilibrium. pseudo يعني فشي unreal أو فشي خلينا نقول كاذب، فهو كأنه مو dynamic equilibrium بس هو reality هو dynamic بس يكون far too slow يعني كلش بطيء. هنا سرعة التفاعل بطيئة جدا بحيث لا يظهر تغير في تراكيز المواد المتفاعلة والناتجة مع الزمن، لذلك لا يعتبر اتزان كيميائي. بس هو still بعده هو pseudo. عندنا مفهوم آخر اللي هو law of the mass action اللي هو قانون فعل الكتلة أو قانون سرعة التفاعل rate of the reaction. The rate of chemical reaction is proportional
proportional معناته زيادة طردية أو مطرد. The rate of chemical reaction is proportional to the product of the active masses or molar concentration of the reacting substance at constant T. طبعا the active mass هي ال A, the active mass اللي هي الفعالية. A اللي هي الactive mass, القانون مالتها equal to C multiplied by gamma. ال C هي المولر concentration, الجاما الactivity coefficient اللي هي معامل الفعالية. For dilute solution gamma equal to 1, so A equal to C. بس بالdilute solution الجاما نعتبرها تعتبر 1, لأن هي أصلا dilute solution فتعتبر 1. فهنا بهاي الحالة معامل الفعالية يصير 1, فلذلك ال active mass تكون مساوية للconcentration. For example إذا عندنا هذا التفاعل A, هاي صيغة عمل التفاعل A الاتجاه الفورورد مادة يؤدي الـ A reactant تؤدي إلى الـ B هي product, reversible مادة الـ product تؤدي إلى الـ reactant. فلذلك هو هذا هاي صيغة general formula of the dynamic reaction. نشوف رقم واحد مثلا forward reaction, رقم اثنين هي backward reaction أو reverse reaction. الـ R هنا الـ R هي rate of reaction proportional to the reactant concentration to power n, يعني المرفع للاس n r. الصيغة العامة مالتها سرعة التفاعل, الصيغة العامة مالتها r equal to k multiplied by concentration of a to power n. ال r هي rate of reaction and number of moles. فهنا تعتمد قيمة ثابتة السرعة على عدد التراكيز اللي تعتمد عليها سرعة التفاعل. يعني مثلا عندنا A أو B أو C, فA plus B for example, فعدد التراكيز المواد المتفاعلة. فقانون فعل الكتلة اللي هو أيضا يسمى قانون سرعة التفاعل, هي سرعة التفاعل الكيميائي يتناسب مع الكتلة الفعالة المواد المتفاعلة. هذا المختصر مالتها, سرعة التفاعل الكيميائي تتناسب مع الكتلة الفعالة للمواد المتفاعلة. عند تطبيق قانون فعل الكتلة على التفاعل العكسي reversible ونظام متجانس homogeneous عند درجة حرارة T, قانون فعل الكتلة اللي هو قانون سرعة التفاعل هسه شرحناه قبل شوية, حتى نطبقه نشوف مثلا هذا التفاعل A plus B equal to C plus D. هاي فد general formula. نشوف ال A وال B هاي small letters, وال C and D هاي يسموها stoichiometric coefficients أو الأرقام اللي نخليها حتى يصير التوازن الكيميائي. في ال K1 هنا مثلا سرعة التفاعل نشوفه مثلا رقم 1 و 2. الرقم 1 هو الاتجاه الأمامي أو التفاعل الأمامي, ال 2 هو يرمز لل reversible reaction الاتجاه ال backward أو العكسي. For example إذا سمينا ال K1 اللي هو ثابت سرعة التفاعل اللي هو proportionality constant باتجاه ال forward reaction, وال K2 proportionality constant for the reverse reaction. فال R1 rate of the forward reaction, وال R2 the rate of the reverse reaction. ال R1 equal to K1 P concentration A to power A B multiplied by B to power B. ال R2 equal to K2 P C to power C multiplied by the concentration of D to power D. Now, مثل ما ذكرنا A, B, C, D هذه small letters are the stoichiometric coefficients, هي معاملات نسب الاتحاد في المعادلة الكيميائية المواد المتفاعلة والناتجة, اللي هي مثل ما قلنا الأعداد اللازمة لموازنة المعادلة الكيميائية. في حالة التوازن الكيميائي, فقط في حالة التوازن الكيميائي, R1 equal to R2, قلنا توازن كيميائي يعني تفاعل ال forward وال backward هو سرعة التفاعل exactly the same, فلذلك هو صار التوازن. ففي هذا الشرط فقط إذا نفترض أن R1 equal to R2, فمعناته إذا نعوض عن ال R1 ونعوض عن ال R2 بما يساوي قيمهم اللي افترضناها بالبداية اللي هي K1, ال R1 عوضها عن K1 equal to A
to power A B equal to power B. هاي كل ده يساوي الطرف الثاني اللي هو K2 في C to power C D في to power D. نفترض أنه K1 over K2 اللي هنسميها KC اللي هي equilibrium constant in terms of the concentration, يعني بدلالة الconcentration. فالKC equal to K1 over K2, إذا نقسمهم على بعض يصير C to power C D to power D على الـ A concentration of A to power A على concentration B to power B. نثابة اتزان هو النسب بين التراكيز المولارية الناتجة على التراكيز المولارية المتفاعلات, وهذا المفهوم المعروف أنه ثابت التوازن. هسه نشوفه دائما ثابت التوازن هو دائما الناتج على المتفاعلات. فممكن ينكتب بهذه الصيغة أنه مثل ما تشوفوها الكونستريشن, هاي السي الكبيرة الدلالة للكونستريشن, السي اللي هي مادة سي to power سي, كونستريشن للدي to power دي على كونستريشن اي to power اي اسمه على سي بي لباور بي. هاي الأشكال اللي ممكن تنكتب بيها. For non-dilute solution, طبعا non-dilute solution المعامل الفعالية اللي هي اي لا تساوي سي, اللي هي معامل فعالية هنا الجاما ما يساوي واحد, فهنا لح يدخل معامل فعالية اللي هو A بدل السي. بما أنه الA يساوي سي في جاما, جاما ما تساوي واحد, فالKA ذاك كنا نسميه KC هسه صرنا نسميه KA بدلالة المعامل فعالية A, فيصير يساوي ان A في C على C للباور C, A في D للباور D على A للA مادة A to power A على A في B to power B. فهذا لح يكون هو نسميه ثابت التزام بدلالة الفعالية. من هنا مكتوب مثلا ملاحظة فالدالية السلوشن A equal to C, هاي حكيناها الملاحظة, لأن جاما equal to 1. نستمر ويا ثابت التوازن. For gaseous reaction, for ideal gas, هنا C هي طالما عندنا gases في C, concentration C هي دائما تعبير لل liquid. لما يكون عندنا gases لح نعبر عنه بدلالة الضغط الجزيئي, ال partial pressure. فال P equal to partial pressure at a given temperature, فهنا لح يصير Kp instead of Kc. الليكويد كانت KC, هنا KP, فKP equal to the partial pressure of the product C to power C multiplied by partial pressure of D to power D, partial pressure for A to power A and multiplied by partial B to power B. KP now هو equilibrium constant in terms of partial pressure. ليش؟ لأن عندنا gases, إن ثابت التزام بدلالة الضغوط الجزيئية أو الضغط الجزيئي. بصورة عامة إحنا بنحكي عن الغازات بصورة عامة لل gases. ideal gases القانون هو PV يساوي nRT, هذه الغازات المثالية ال ideal gases. for real gases أكو فد مفهوم آخر اسمه fugacity, فال P تساوي F, هاي مثل معامل فعالية أو مثل الفعالية ال A اللي ذكرناها قبل شوية. السوائل هنا fugacity, fugacity for real gases إذا نتعامل ويا ال P partial pressure for real gas رح نقول fugacity F. فهنا إذا فال F هي تساوينا ال P اللي هي partial pressure multiplied by gamma, again for real gas, I for real gas, F equal to P في gamma for real gas. If gamma تساوي لنا 1, this is for ideal gas. فإذا for ideal gas, gamma equal to 1, فلذلك P تساوي لنا F. فin terms of, إذا نعرف هسه نجي نعرف ال KF أو ثابت التوازن بدلالة fugacity أو real gases, هنا لح تكون ال F for example
product C to power C في F for product D to power D divided by F of fugacity for A to power A multiplied by the fugacity for B to power B. هسه in solution هسه in terms of هسه high for gases انتهينا منها. بالنسبة للsolutions نحكي اثنان ثابت التوازن للsolution اللي حنعبر عنه بالكسر المولي، دلالة الكسر المولي فيصير kx. kx هنا شوف ال x هاي الكابيتال x في الكسور المولية أو المولر fraction for the product c to power c molar fraction for d to power d and molar fraction for a to power a and molar fraction for b to power b. Now kx هو ثابت التزام بدلالة الكسور المولية. إذا ثابت التوازن يا أما يصير بدلالة c concentration إذا كان عندنا مادة سائلة، أو يكون ثابت التوازن بدلالة ال p إذا كانت عندنا gases، أو يكون بدلالة ال x إذا كسور مولية. فإحنا عندنا المواد يا أما تكون سائلة أو تكون gases، إذا كانت صلبة ما إلها لأنه يساوي لنا واحد. المواد الصلبة ما نتعامل بها في حالة التوازنات الكيميائية، يعني ال c هاي الملاحظة مذكورة بالصفحة قبل فات اللي نذكرها. مكتوبة for solid reactant and product at equilibrium A equal to 1، يعني قيمة الفعالية متفاعلات والنواتج عند التزام تساوي لنا واحد، فلذلك كل ثوابت التوازن اللي راح نتعامل وياها اللي هي أصلا هم يتم التعامل وياها يا أما KC أو KA إذا دلالة مواد المعامل الفعالية هاي بالنسبة للسوائل، أو KP أو KF إذا للغازز، أو KX للكسور المولية. هسه relation between KC, KP and KX. أول مرة نشرح relation between KC and KP، بعدين نشرح relation between KX and KP. فأولا KC and KP احنا عرفنا مثل ما قلنا for ideal gas PV equal to nRT، حيث PI هنا ال P هو الضغط الجزيئي أو partial pressure for a definite gas for example for gas I. فإذا نسوي rearrangement للمعادلة مع PV equal to nRT rearrangement بس نطلع ال PI، PI equal to NI over V في RT NI over V، نعرف احنا ال mole per volume وال molar fraction أو التركيز ال concentration for molar concentration. Again إذا نريد نكمل الترتيب مالتنا نكتبها بدلالة التركيز لحصير تعطينا صيغة المعادلة رقم واحد اللي هي PI equal to CI في RT. إذا نكتب ثابت المعادلة ثابت التوازن هي KP، نعرف إحنا بدلالة الضغوط شرحناها قبل إنه PC to the power C PD to the power D PA to the power A and PB to the power B هي معادلة رقم 2 اللي هي قلنا هاي كان أخذناها إنه قيمة ثابت التزام بدلالة الضغوط الجزيئية. تعويض المعادلة واحد بالمعادلة رقم 2 تنتج لنا المعادلة 3 اللي هي بدلالة التراكيز والRT. KP equal to CC to the power C في RT to the power C CD to the power D في RT to the power D divided by CI to the power A في RT to the power A CB to the power B في RT to the power B. هاي تعطينا معادلة رقم 3 equation number 3. بعدين إذا نسوي لها ترتيب إنه نطلع الRT هي كعامل مشترك حتى نبقي السيات على صفحة يعني، بعدين حتى نستنتج الكيسي، فالKP اللي هي معادلة رقم 4 CVC to the power C CD to the power D divided by C to the power A CB to the power B كلها multiplied by RT to the power C plus D minus A minus B. هنا مثل ما تنشوف تصير minus بالنسبة للأعداد المولات لأنه divided by معناته يصير عملية طرح، فلذلك يصير minus minus.
نستنتج هسه المعادلة 5 اللي هي كي بي تساوي لنا كي سي في ار تي اس تو ذا باور دلتا ان اللي هي اختلاف الكسور المولية. بالنسبة للريليشن بتوين الريليشن بتوين الكي بي اند كي سي ريليشن بتوين كي اكس اند كي بي هنا بدلالة الكسور المولية. القانون الاخر هو البي اي تساوي لنا اكس اي في بي. البي اي اجين قلنا هو المول فراكشن اوف جاس اي او الكسر المولي سوري البي اي هو البارشال بريشر اوف جاس اي اللي هو ضغط الجزيئ لجاس اي. الاكس اي هي المول فراكشن اوف جاس اي والبي هي التوتال بريشر اوف ذا جاس ميكستشر. في حالة اذا عندنا التفاعل هو وسط غازي كل غازي فهنا راح نتعامل ويا التوتال بريشر. فلذلك اكو بي اي واكو بي توتال. البي اي هي للدفنه غاز لدفنه فور اكزامبل غاز اي بس البي توتال هي البي مال الاناء الكلي. فهنا عندنا الضغط الكلي هسه راح نرجع الضغط الكلي للمزيج الغازي بتعويض المعادله 6 بالمعادله رقم 2 نحصل على الكي بي تساوي لنا هنا راح نعوضها بدلاله الكسور الموليه. قلنا again تعويض معادله 6 بالمعادله رقم 2 نحصل على كي بي تساوي لنا اكس في سي تو ذا باور سي في بي سي بي هنا البي توتال فلذلك تو ذا باور سي اكس دي تو ذا باور دي في بي تو ذا باور دي على اكس اي ديفايد باي اكس اي تو ذا باور اي ملتبلايد باي بي توتال تو ذا باور اي في xp to the power b multiplied by p total to the power b. هسه إذا نسوي again rearrangement xvc نطلع الكسور المولية لإكسات على صفحة والp على صفحة يعني بس فقط rearrangement xvc to the power c xd to the power d divided by xa to the power a xb to the power b multiplied كل هذا بالb total مرفوع للأس to the power of c plus d minus a plus b لح نحصل على المعادلة number 7 اللي هي kp equal to kx في b total للأس delta n. هنا هسه نفترض انه في حالة فقط just في حالة إنه تكون الدلتا n equal to zero معناته عدد المتفاعلات المولات number of moles of reactant equals to the number of moles of product فالدلتا n هنا صير zero. عندما تكون عدد جزيئات المتفاعلات مساوي لعدد جزيئات النواتج هنا kp تساوي لنا kc وتساوي لنا kx. الkp تساوي لنا kx والkp تساوي لنا kc فلذلك الkc والkx يساوون أيضا. هنا عندنا فد example بسيط بس حتى نحل حتى نعرف شلون نطبقه. For example kp for the dissociation of water at 1500 centigrade and 1 atmospheric pressure is 1.87 times 10 to the minus 6. Calculate the value of the kc for the reaction in mole per dm cubic. هنا أول مرة راح نكتب المعادلة التفاعل the equation of the dissociation of water تحول الماء يعني H2O gas. طبعا هنا لدي نشوفها كلية بصيغة الغازز H2O gas تنتج ال H2 gas plus نص oxygen gas. الدلتا N أول شيء راح نطلع الدلتا N دلتا N واحد زائد نص minus one يساوي لنا نص هاي الدلتا N الكلي. T equal to 1500 plus 273 هاي مال تحويل حتى نحول الى كلبن يطلع لنا الرقم 1773 كي. ار عندنا هاي وحده من الثوابت 0.08205 دي ام كيوبيك في اتموسفيريك بير كي بير مول. كي بي احنا عندنا اخذنا هاي العلاقه قبل شويه الريليشن بين كي بي اند كي سي واخذنا ال kp and kx بس احنا اللي تفيدنا هي ال kp and kc. ال kp يساوينا kc في rt لأس delta n. kc equal to kp على rt في delta n يعني هاي بس again هي rearrangement. فال kc هنا هي
بس عوضنا الكي بي وعوضنا عن قيمة الار تي، تطلع لنا الكي سي تساوي لنا طبعا كربون وان اتموسفير، يعني هاي يطلع لنا 1.55 تايمز 10 تو ذا ماينس 7 مول بير دي ام كيوبيك. هسه راح نتناول اللي كاركترستكس او كاركترايزيشن اوف equilibrium constant، معناته الخواص مال ثابت الاتزان. اول خاصيه اللي مثل ما مكتوب يمكم لثابت الاتزان قيمه جبريه محدده ويصح استخدامها في حال اتزان فقط وفي العمليات العكسيه، ولا تعتمد قيمتها الجبريه على التراكيز الابتدائيه للمواد المتفاعله والنواتج، بل تكون ثابته بشرط ثبوت التمبرتشر والبريشر. فمعناته هي ما تعتمد على التراكيز، ليش؟ simply لان هي ratio، فالراتيو ما تعتمد على النمبر، اجزاء النمبر ايش قد، هي راتيو. فلذلك النسبة هي ما بين مثل ما حكينا، النسبة ما بين المواد الناتجة على المواد المتفاعلة. فالنماصة ايش قد يكون الكونستريشن مالتها، بس المهم هي كنسبة هي ثابتة، وطبعا تطبق فقط في حالات العمليات العكسية reversible، يعني حتى بس بالعمليات العكسية احنا يكون عندنا توازن، هو اسمه ثابت اتزان، فلازم يكون اتزان. طبعا في ثبوت درجة الحرارة temperature والpressure، فهاي اهم واول واحدة من الصفات. الصفات الثانية مثلا number 2 نعطينا هنا، مثلا اذا كان التفاعل هذا H2 في حالة gas plus I2 in gas equal to 2HI in gas. For example إذا الKP هنا equal to 50، فإن الKP للتفاعل التالي اللي هو عكس التفاعل على، مثل ما نشوف هذا التفاعل الثاني 2HI gas equal to H2 gas plus I2 gas، لأنه ينعكس. فهنا أيضا هو ثابت التوازن لهذا التفاعل الثاني رح يكون عكس المقلوب ثابت التوازن الأول، يعني الأول مثلا هو 50، فثابت التوازن مال التفاعل الثاني راح يكون 1/50، فلذلك إذا انعكس فإن الكي تنقلب. الصفة الثالثة إذا كانت مثلا قيمة الكي بي للتفاعل، هذا التفاعل الآخر نعطينا إياه 2H2 in gas plus 2I2 in gas equal to 4HI in gas state as well. For example the أيضا again K equal to 50، the value of the KP for the reaction، لحن الرياكشن اللي بعده مثلا H2 gas plus I2 gas equal to 2HI، مثل ما نشوف هو كأنه قسمناه على 2، فلذلك هنا ال K جديدة مع هذا التفاعل number 2 لح تكون 50 مرفوعة للأس نص أو 50 تحت الجذر. فلذلك إذا اختزلت مثلا مولات إلى النصف فإن كي يختزل إلى اللي تحت الجذر and so on. ولو واحد يقدر يعني لو تطبقوها فعليا بالتعويض، يعني ياخذ الكي مال التفاعل الأول وياخذ الكي مال التفاعل الثاني، الكي اللي هو 4HI للأس 4 على H2 للأس 2 على I2 للأس 2، أقولها مثلا يساوي 50، وبعدين أرد أسوي K مع التفاعل الثاني اللي هو K تساوي HI للأس 2 على I2 للأس 1 على تركيز ال H2 للأس 1، نشوف العلاقة ما بيناتهم أنه ال K مع number 2 هي كأنه number 1 أخذنا الجذر مالته. فهاي ليش قلنا هنا ال 50 للأس نصف. Number 4 if the reaction is written in two steps. For example هاي يعني simplest stuff، يعني انه two steps، ممكن more than two steps، بس يعني احنا ما راح نتوسع اكثر من هيك. فالKC for example equal to K1 في K2، هنا راح يصير حاصل ضرب. الKC النهائية او ثابت التوازن النهائي هو عبارة عن K1 في K2. For example فال ال N2 هنا N2 gas plus 2 oxygen 2
equal to 2NO2 gas. الKP مثلا هاي الرئيسية مالتها إذا نكتب الKP step by step الKP الرئيسية هنا NO2 to the power 2 divided by N2 multiplied by O2 to the power 2. إذا نأخذ step 1 و step 2 ونكتب التفاعلات مالتها. For example step 1 N2 gas plus O2 gas equal to 2NO gas. الK1 مالتها راح يكون هي NO to the power 2 divided by N2 في O2. Step 2, 2NO gas plus O2 gas equal to 2NO2 gas. K2 هنا هي NO2 to the power 2 على divided by NO to the power 2 في O2. فنشوف هنا إذا ناخذ الKP مال الستيب 1 والKP مال الستيب 2 لو multiplied together مثل ما نشوفوا هاي المعادلة. نشوف مثلا NO to the power 2 راح تكنسل اوت ويا NO to the power 2 اللي هي موجودة بالمقام نتيجة عملية الضرب. فلذلك resultant اللي تنتهي بيها انه KP equal to NO2 to the power 2 على N2 في O2 to the power 2 واللي هي مثل ما نشوفها نفس المعادلة او الKP مال المعادلة رقم 1. فلذلك اذا عندنا more than one step فالK او ثابت التوازن النهائي مالتها لح يكون multiplication مال each single step. مثل هاي مثلا 2 steps KC equal to K1 multiplied by K2. بس احنا ناخذ امثلة تطبيقية على ثابت الاتزان. For example هذا question write an expression يعني في التعبير for KP for the following equation. For example عندنا ثلاث three equations A, B, C. A, for example, 2H2 gas plus S2 gas equal to 2H2S gas as well. KP هنا لازم ناخذ نظر الاعتبار انه احنا بدنا نحسب KP. فas long as نريد نحسب KP بس الغازز هي اللي تؤخذ في نظر الاعتبار. فلذلك هنا KP equal to P H2S to the power 2 divided by PH2 to the power 2 multiplied by PS2 to the power 1. For example number 2, CaCO3 with solid state equal to CaO with solid plus CO2 with gas. Now KP تساوينا فقط P pressure mark CO2 لأنه الباقي solid. Equation number or example number C, NH4Cl with solid state equal to NH3 gas plus HCl gas. KP هنا راح يساوي PNH3 multiplied by PHCl. ما اخذنا NH4Cl بنظر الاعتبار لان solid. هسه راح نروح على القاعده او نسميها قاعده لي شاتلي اللي هي Le Chatelier Principle. Here simply, when an independent variables such as, for example, pressure, temperature, concentration of a system at equilibrium is changed, the equilibrium shifts in the direction that tend to reduce the effect of that change. يعني لما المتغيرات يعني واحد من المتغيرات دي independent variables أو المتغيرات المستقلة اللي هي pressure, temperature أو concentration إذا تغيرت في تفاعل متوازن إذا تغيرت التفاعل راح ينزاح إلى الاتجاه اللي يضمن احتواء هذا التغير أو ترجيع إلى حالة التوازن again. For example هسه احنا ناخذ واحد واحد قلنا the pressure with temperature with concentration. Number one, effect of change in temperature. Example,
إذا عندنا هذا التفاعل نيتروجين بالغاز state plus 3H2 بالغاز state again equal to 2NH3 تكوين الأمونيا plus heat. هنا على الدلتا H تكون minus minus معناته exothermic معناته التفاعل باعث للحرارة فهو في حالة توازن. In order to obtain high yield of an ammonia NH3, the reaction should be carried out at low temperatures. ليش هنا حتى نزيد مثلا for example إذا أريد نزيد إنتاج الأمونيا إنتاج الأمونيا معناته راح يكون باتجاه ال forward reaction هو دي يطلع heat فلذلك إذا نريد نزيد ال yield الإنتاج أو المحصلة كمية ال NH3 إذا أريد نزيدها معناته لازم نبرد السوليوشن حتى يسحبها إذا إذا نزيد حرارة هو اللي يطلع حرارة راح يرجع باكورد فلذلك يقول in order to obtain high yield of NH3 the reaction should be carried out at low temperatures أي أنه بزيادة درجة الحرارة سوف ينحرف التفاعل باتجاه تفكك الأمونيا يعني اتجاه العكسي لأن التفاعل باعث للحرارة لذلك يفضل إنتاج الأمونيا في درجات حرارية منخفضة. المثال الآخر هنا هو النيتروجين in gas state plus oxygen gas state equal to 2NO in gas state as well. هذا التفاعل هو endothermic معصب الحرارة لذلك فالتفاعل يفضل في درجات حرارة عالية. التأثير الثاني the effect of pressure. نحن نأخذ two examples عليه حتى أو three examples حتى نعرف شلون يأثر ال pressure حسب the Chatelier principle. For example, number A, nitrogen gas plus hydrogen, 3 hydrogen gas state equal to 2NH3 in gas state as well. نلاحظ هنا أن number of moles هي different. 4 mole, يعني N2 هي 1 mole, that 3 mole of hydrogen equal to 2 moles of NH3. فهنا number of moles for the product أقل من reactant. فالدلتا N أقل من صفر دلتا بي أقل من صفر فلذلك there is a decrease in the volume يعني they reduced الحجم مادة وال number of moles أقل so this reaction should be carried out at high pressure حتى تتحقق أنه حتى يستمر التفاعل أو تتحقق قاعدة لشاتلي. Example number 2 اللي هو بالعكس ال dissociation for example for PCl5 at gas state dissociate to PCl3 at gas state plus Cl2 as at gas state as well. Now, in a mole واحد, the integer 2 moles. لذلك, this reaction should be carried out at low pressure because there is an increase in the volume. Now, in 2 moles, mole واحد يطلع لنا 2 mole. فلذلك حتى يستمر التفاعل, لازم الضغط should be reduced. يعني هو ذي زيده should be reduced لذلك should be carried out at low pressure. The example number 3 لما يكون number of moles delta N أو delta B equal to 0 for example مثل هذا المثال nitrogen gas plus oxygen gas equal to 2NO with gas state non number of moles مساوية ولذلك الاتزان ميت رحنا بالضغط هنا البرشر ما عنده تأثير على اتجاه التفاعل أو التفاعل إنه إذا كان هناك تغير في الحجم أو عدد المولات في المتفاعلات الغازية فإن للضغط تأثير على اتجاه سير التفاعل أما إذا لم يكن هناك تغير فإن الضغط لا يؤثر على اتجاه سير التفاعل إذا فقط إذا عدنا number of moles different بالطرفين نبحث التغيير ونشوف التغيير حسب إذا كان number of moles delta V أو delta N هي أقل من صفر أو أزيد من صفر. الإفكت الثالث هو effect of changing concentration. حسب قاعدة لي شاتلي فإن عند زيادة تركيز أحد المواد المتفاعلة يزاح الاتزان باتجاه الذي يقلل من تركيز المواد وبالعكس إذا أزيل من وسط التفاعل أحد المواد الناتجة
أن التوازن إزاحة للجهة التي تظهر فيها هذه المادة. معناته إذا for example التركيز النواتج قل حتى يرجع التفاعل إلى توازنه حسب قاعدة ليشاتليه، فإنه لازم يكون زيد التركيز، لازم يكون back forward reaction حتى يعوض عن النقص بالتركيز لهذه المادة الناتجة اللي انسحبت. effect of catalyst يعني تأثير العامل المساعد. باختصار العامل المساعد هنا هو فقط يأثر على سرعة التفاعل وليس على سير التفاعل. فلذلك هنا addition of catalyst does not shift the equilibrium, only increase the rate of both forward and reverse reaction. إن العامل المحفز يعمل على زيادة سرعة الوصول إلى التوازن، لكنه لا يؤثر على ثابت التوازن ولا تراكيز الاتزان، فقط لأنه هو عامل مساعد. عامل مساعد فقط يؤثر على السرعة وليس على ثابت التوازن.